اسعار وعروض الزيت. شوف بقى العروض ايه النهارده. ده الاصيل، ده زيت مخلط 700 مللي عامل 72 بدل من 77. آلية ده 700 مللي عامل 68 بدل من 63. في الممتاز 700 عامل كام؟ عامل 68 بدل من 73.5. حياة 700 عامل 77. قبل ما نمشي هنا نجيب عرض كده يونجا. يونجا ده 4 لتر عامل 410 بدل من 450. برج الفرنساوي ده 5 لتر عامل 382 بدل من 435. 382 بدل من 435. حلوة ده 700 عامل 74 و75 قرش، مفيش عليه عرض. في طعامه عليه عرض عامل 650، ده عامل كام؟ 53 ل 52 بدل من 58. 52 طعامه بدل من 53 بدل من 58. البرج الفرنساوي عليه عرض، سعره هنا بس مش عارفه فين. عليه عرض البرج الفرنساوي ده 680 عامل 53 بدل من 62. يبقى البرج الفرنساوي عامل 53 فوق اهو. البرج الفرنساوي عامل 53 بدل من 62، ده 680 مللي. وطعامه زيت خليط طعامه ده عامل كام؟ عامل 52 بدل من 58، ده 650 مللي. في حياه الحجم ال 970 مللي، يعني لتر اللي حاجه بسيطه، عامل 97 بدل من 100 جنيه، في 3 جنيه. الشمس الذهبية برضو عليه عرض، اللتر عامل 90 بدلا من 99.75. في روز جاردن عليه عرض برضو. وفي روز جاردن اهو فوق، روز جاردن فوق ده كام؟ ده 700 مللي عامل 57 بدلا من 64. فوق كده عامل 57 بدلا من 64، ده 700 مللي. تبارك عليه عرض؟ لا. تبارك ده كام؟ 650 عامل 59. في هدية اللتر عامل 97 مش عليه عرض؟ لا. في تبارك ده لتر عامل 77 بدلا من 80، 77.75 قرش بدلا من 80، ده لتر. بصوا هما حاطين العرض هنا وهو هنا، العرض بتاعهم. يبقى تبارك اللتر عامل 77.75 قرش بدلا من 88. في زيزانيا عليه عرض 650 مللي عامل 52 بدلا من 59. في بلانكا ده كام؟ ده 3 لتر، والصافي 2 لتر و760 عامل 350. في يونجا 5 لتر عامل 575. كارنفال ده عامل كام؟ استنى، عليه عرض عامل 399 بدلا من 450 ال 5 لتر. في هنا نور ده 2 لتر و650 عامل 377 مفيش عليه عرض؟ لا. في يونجا اللتر ونص عامل 175. معلش انا بقعد ادور اشوف الاول قبل ما اقول، عشان بيبقوا حاطين العروض في ناحيه والاسعار في ناحيه. عافية ال 2 لتر و 200 عامل 269 بدلا من 289، في 20 جنيه. عافية ال 2 لتر و 200. عافية اللتر و 600 عامل 214 و 75 قرش. في سولو ده زيت صويا عليه عرض 900 مللي عامل 79.5 بدلا من 83. في بلانكا 750
عامل 94، وفي ريحانة 800 ميلي عامل 96، وكايرو 700 ميلي عامل 95. عافية عليه عرض، عافية دوار، ده 800 ميلي عامل 99 بدلا من 109 و 75 قرش. في عرض برضه على سلايت، وفي عرض على هلا برضه. نجيب لكم عرض سلايت الاول، ده 750 عامل 81 بدلا من 99، 81 بدلا من 90، اسفه 81 بدلا من 90، ده 750 ملي دوار. في هلا دوار ده 500 ملي عامل 54 بدلا من 58.5، وفي برضه هلا 750 ملي عامل 79 بدلا من 80. في كريستال برضه هنا، كريستال عليها عرض اللتر 600 عامل 195 بدلا من 209. وفي كريستال اللي 2 لتر 200 دوار عامل 268 بدلا من 288، وفي كريستال اللتر عامل 122 بدلا من 132. كريستال البنالي ده دوار مش دورة. وكريستال 800 عامل 98 بدلا من 105. كريستال الخمسة لتر مش عليه عرض، استنى اشوف لكم كده. هو كريستال ده كان عليه عرض بس مش مكتوب العرض النهارده، استنى نسأله كده. لا بص العرض كان مستخبي وطلعته. كريستال الخمسة لتر عامل 575 بدلا من 618. بس انا استغربت ان احجام كريستال كلها عليها عرض، وكان الخمسة برضو عليها عرض فما كانش باين. يبقى الخمسة لتر عامل 575 بدلا من 618. نيجي بقى للدرة، الدرة ده لتر درة عامل 135 بدلا من 153، وال 800 درة عامل 109 بدلا من 120. وفي ال 2 لتر و 200 درة عامل 299 بدلا من 325. وفي درة ال 5 لتر درة عامل كام؟ عامل 469 بدلا من 512. لا ده 3.5، اسف 3.5 مش 5، 3.5 لتر، 3 يبقى 3.5 لتر درة عامل 469 بدلا من 512. الكريستال اللتر و 600 عامل 219 بدل 239. ده كده مش هلا، هو ده كريستال، ده كده هلا ده فين سعره، مش كاتبين سعره ومحطوط هنا كمان ده دوار ومحطوط هنا مع الدرة، يبقى محطوط غلطة. الأصيل ده 750 ملي عامل 95 بدلا من 105. أنا بعلي صوتي كمان يا رب يبقى مسموع من الزحمة والدوشة دي. في عافية بلس ده 800 عامل 108 بدل من 119 و75 قرش. وعافية درة العادي عامل 115 و800 ملي عامل 115 بدل من 124 و75 قرش. في هنا برضو عافية درة ال 2 لتر و 200 عامل 299 بدلا من 329، والبلاس ال 2 و 200 بلاس عامل كام؟ عامل 282 بدلا من 314.5. وعافية الدرة اللتر 600 قلنا عامل 229 بدلا من كام؟ 244. ده العادي، والبلس عامل 215 بدلا من 234 و75 قرش. انا بعيد تاني عشان اتلخبطت السعر ولا حاجة. في سلايت 750 ملي عامل 109 و75 قرش. كان في ريحانة بس مش شايفاه، ممكن يبقى خلاص
تقريبا خلاص عشان مفيش منه خالص. ريحانة 800 كان عامل 110 درهم. دي سلايت ال 2 لتر وربع عامل 319 ونص. دي كده برضو اسعار زيت الذره. وقعدت اعيد برضو في الاسعار عشان لو اتلخبطت في سعر حاجه. بصوا في دوبيلا بزيت زيتون بكر ده 500 مللي عامل 175 بدل 100 223 جبتهولكوا عشان عليه عرض. و 250 مللي عامل 92 بدل 116. في برضه هنا طيبة ده زيت زيتون بكر ممتاز اللتر عامل 180 بدل 195 وال 250 مللي عامل 68 بدل 178. في عروض تاني؟ لا مفيش عروض. هو في بقى اسعار زيت زيتون تاني جبتها لكم قبل كده. انا بقول لكم اللي فيه العروض النهارده اللي عليه العروض النهارده. في بس ده كده زيت جوز الهند عشان كان حد طالبه مني ده 250 مللي من سيارة ده عامل كام؟ 97. وبريستو زيت جوز الهند 250 مللي عامل 86 ونص. وفي هيلسي زيت جوز الهند 400 جرام عامل 162. امتنان زيت جوز الهند سعره مش باين معلش سعره مش باين. في هنا ده زيت سنسا 250 مللي عامل 105. وتيارا 250 مللي عامل 177. ده مارفل زيت بذرة الفستان الحار 165 مللي عامل 35. وانا عطيت في كله ده عامل المفروض ان 500 مللي عامل 75. ده زيت حار ال 75 ده زيت حار من مارفل 500 مللي عامل 75. وادي فود ده زيت زيتون بيك ممتاز 250 مللي عامل 210 و 500 مللي عامل 319. اللتر فوق عامل 675 من وادي فود. زيت زيتون بيك ممتاز. مفازة مفازة ال 750 مللي زيت زيتون بكر ممتاز من مفازة عامل 485 وال 250 مللي عامل 169.